من اول ما بتشخص انك مريض سكر من النوع التاني بيكون قدامك طريقين تمشي فيهم. الطريق الاول هو طريق الادويه، وده طريق لو اعتمدت عليه لوحده فغالبا هتحتاج مع الوقت تزود في جرعات الادويه وتزود كمان في عدد الادويه اللي انت بتستخدمها. اما الطريق التاني فهو الطريق الوحيد للعلاج النهائي من مرض السكر النوع التاني، والطريق ده معتمد على 5 قواعد لازم تمشي عليهم كلهم في نفس الوقت علشان تحس وتشوف النتيجة بنفسك في وقت قصير جدا. القاعدة الأولى الوزن المناسب للطول. حساب مؤشر كتلة الجسم أو الوزن المناسب للطول المعروف بالبي ام اي هي أول خطوة لازم تاخدها علشان تكون عارف هدفك ومحدده من البداية، وتقدر بطريقة بسيطة تعرف الوزن المناسب لطولك لو طرحت 100 من طولك. يعني لو طولك 170 سنتي وطرحت منهم 100 هيكون الناتج 70، وهو ده الوزن المثالي المناسب لطولك، وده هدفك اللي المفروض تكون حاطه لنفسك من البداية علشان تكون ماشي في الطريق عندك هدف واضح. القاعدة الثانية هي كسر المقاومة بالمقاومة. السبب الأول للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني هو مقاومة خلايا الجسم للإنسولين، وعلشان تعالج المشكلة لازم تعالج سببها من البداية، وأسرع طريقة تقدر تعالج بيها مقاومة خلايا الجسم للإنسولين هي تمارين المقاومة زي تمرين الضغط وتمرين البلانك وتمرين السكوات. كل المطلوب منك هو ممارسة تمرين المقاومة دي لمدة 20 دقيقة يوميا مع 20 دقيقة من المشي السريع، ولو عندك أي مشاكل بتمنعك من ممارسة تمرين المقاومة دي فعلى الأقل أنت محتاج 40 دقيقة يوميا من المشي السريع بشكل متواصل على الأقل أول 3 شهور. القاعدة الثالثة زيادة حساسية الخلايا. بمجرد ما تبدأ في كسر مقاومة الأنسولين لازم تعالج أي سبب بيقلل من حساسية خلايا الجسم للأنسولين، ومن أكتر الأسباب اللي بتقلل من حساسية خلايا الجسم للأنسولين وناس كتيرة بتهمل علاجها هو نقص فيتامين د. وجود أي نقص حاد في فيتامين د بيقلل من حساسية خلايا الجسم للأنسولين، وكمان بيقلل من كفاءة خلايا بيتا المسؤولة عن إفراز هرمون الأنسولين من البنكرياس، وعلاج أي نقص في فيتامين د بيساعد في نزول الوزن وتقليل الالتهابات اللي بتسببها ارتفاع مستويات السكر في الدم، وكمان نقص المغنيسيوم أو البوتاسيوم ممكن يأثر على حساسية خلايا الجسم للأنسولين، ودول نقدر نعالج نقصهم عن طريق المصادر الطبيعية ليهم وأهمها الورقيات الخضراء. القاعدة الرابعة الصيام المتقطع. فكرة الصيام المتقطع قايمة على تقليل نسب الأنسولين في الدم، وده بيساعد بشكل كبير جدا في علاج مرض السكر والتخلص من المشكلة الرئيسية وهي مقاومة الأنسولين. والصيام المتقطع بيعتمد على الصيام عن الأكل لمدة 16 ساعة، ومسموح في خلال 16 ساعة دول كل أنواع الأشربة بدون إضافة سكر أو عسل أو حليب، واعتمادك الرئيسي بيكون على وجبتين رئيسيتين في 8 ساعات التانيين. القاعدة رقم 5 تقليل الجلوكوز. خفض نسب الجلوكوز في الدم هو اللي بيساعد في تقليل نسب الأنسولين في الدم، وفي الحالة دي هتكون عالجت المشكلة الرئيسية للمرض، وده مش هتقدر تعمله من غير منع السكريات والنشويات أو تقليلهم لأقل كمية ممكنة. كل الأكلات اللي وصلتك إنك أنت تكون مريض سكر زي الرز أو المكرونة أو الخبز أو المخبوزات عموما أو السكريات والعصاير، كل الأكلات دي لازم تمتنع عنها تماما أو تقللها بالتدريج لأقل كمية ممكنة علشان تشوف نتيجة تعبك ومجهودك في أقل من 6 شهور وتنزل بالسكر التراكمي بتاعك للنسب الطبيعية. وفي خلال الفترة دي طبعا لازم تتابع مع الطبيب بتاعك علشان يعدل لك في جرعات الأدوية، وبالتالي تقدر تتخلص منها بالتدريج بإذن الله. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.